مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي انطلقت عملية التطعيم في أماكن العمل، والبداية كانت من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمل الإجراء أو العام للعمال الأجراء، والهدف من هذه العملية هو تطعيم أكبر عدد ممكن من شريحة العمال وذوي الحقوق. رميلة عثامنة رصدت التالي. طبقا للتعليمات والمخطط اللي تم انجازه من طرف وزاره الصحه ووزاره العمل والضمان الاجتماعي، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الاجراء بتنظيم عمليه تلقيح موسعه حتخص العمال وذوي الحقوق. هذه العمليه تهدف الى تلقيح اكبر عدد ممكن من شريحه الموظفين وذوي الحقوق. طبعا راح تكون ان شاء الله على مدار الاسبوع سيو بليزيوغ جو ان شاء الله، حتى ان شاء الله نلحقوا الهدف سي لو فو سيو بليزيوغ موا لو فرا صافي مومون كو جلاتون جي في اون دوموند بار بار كوم اون ابل سا بار تيليفون هادوك زعماتيك صافي 20 جور اوجوردي لوكازيون سي بريزونتي جو مي سوي بريزونتي افيك لوكازيون بور الي بلو فيتمون بوسيبل لا كناس 40 ans. Là, c'était notre restaurant quand on venait. Le vaccin Hadaya, c'est préventif, bien sûr. C'est vraiment quelque chose de. Tout le monde doit se protéger, nous protéger, nous protéger, nous protéger l'environnement, comme les enfants. Donc, quelque chose de vraiment utile. ما لازمش الواحد يتخوف، ربي فوق كلش، حنا ما نقعدوش دوك نتبعوا، نو نو سي كوميرسيال، سي هذه، سي هذه، نو، سي ان فاكسان، كوم تو لي فاكسان.